42 نجم وحشنا كتير في الملاعب، واحد من اولاد النادي الاهلي. كابتن كريم مبروك البطوله، مبروك الدوري، لكن في البدايه طمنا عليك وطمن كل جماهير النادي الاهلي. الله يبارك فيك يا فاروق. الحمد لله شغالين في العلاج الطبيعي والتاهيل، الدنيا الحمد لله ماشيه كويسه بصوره كويسه. شغالين ببرنامج من الدكتور برك الدكتور الالماني ودكتور احمد عبد العزيز دكتور خالد بيشرفوا على البرنامج، والحمد لله الدنيا ماشيه بصوره كويسه وان شاء الله في اقرب وقت نكون موجودين باذن الله. الجماهير دايما يعني بتثق في كريم، الجماهير بتسال على كريم نيدفيد، وحشنا كريم نيدفيد في الملاعب، خاصة ان الإصابة جت في توقيت كان كريم نيدفيد واحد من نجوم النادي الأهلي. والله يعني الإصابة دي بتبقى نصيب، واحنا راضيين طبعا بالنصيب ده، واحنا بنجتهد وبنشتغل زي واحنا سلام برضو، واحنا مصابين بنحاول نعمل كل مجهودنا ان احنا نرجع في اسرع وقت باذن الله. والاهم من ده طبعا قبل السرعة ان انت ترجع تبقى كويس ورجلك تبقى واثق فيها ان انت كويس، ده الاهم. يعني احنا طولنا فعلا في المدة، بس طالما احنا طولنا فلازم يبقى الرجوع بتاعك بصورة كويسة، وده اللي احنا شغالين عليه الفترة الجاية دي ان شاء الله، وان شاء الله ده باذن الله قرب باذن الله. الاهلي مقبل على المباراة النهائية، اكيد كان نفسك تكون موجود في هذه المباراة. ايه اللي تقوله للاعيب النادي الاهلي وتقوله ايه لجماهير النادي الاهلي؟ اكيد طبعا كل واحد كان نفسه موجود، بس ما فيش حاجه الواحد يقولها، اللعيبه ماشيه بصوره كويسه جدا، وده مش جديد على لعيبه النادي الاهلي ولا شخصيه النادي الاهلي، واللعيبه رجاله وده اللي احنا محتاجينه. احنا فنيا كويسين، الاهم حاجه ان احنا نبقى رجاله وماسكين نفسنا في الماتشات، وده ان شاء الله اللي احنا متعودين منه، وان شاء الله يبقى التوفيق بس محلفنا في الفتره دي باذن الله. كابتن كريم ان شاء الله الدرع رقم 43 هنبارك لك وانت موجود في ارض الملعب ان شاء الله. حبيبي فرولا بارك فيك. كابتن ايمن ده كان لقائنا مع كريم نيدفيد لاعب النادي الاهلي.